تنشكر نجمة مراكش على الاستضافة. فيما يخص هذه الحفرة هذه دابا راه واصلة 4 سنين دابا، لحقاش كانوا 2 بوطويات، واحد على اليمين واحد على الشمال، جارين الضو من الفوق. يعني فاش جاو صلحوا هذاك الشيء داروا الكابل تحت الأرض، يعني خلاو هذه الحفرة هذه دابا 4 سنين هذه ما كاين الحفرة، مازال لي زاكسيدون حديت ولا حرج، أكثرية بالليل مع ان الضو ناقشي شويه تيجي الموتور تيضرب في الحفره ما تعرفوش يقط الفران ولا يطيح، اللهم تيطيح. زائد درنا واحد الشكايه في شهر خمسة 2019 نهار 3، الشكايه لدابا ما كاين حتى شي واحد اللي جا شاف هاد الحفره. مشينا عندهم تيقول لك حنا ماشي الاختصاص ديالنا، شوفوا مع المجلس، مع العلم هما اللي يحفروا ماشي شي واحد اللي يحفر هاد الحفره. لا راضي ما اللي حفرت هاد الحفره باش تدوز هاد الكابل تحت الارض، ماشي المجلس اللي جا حفر باش يدوز الكابل، الاراضي ما اللي جات حفرت هاد الحفره دوزات الكابل، ها هو مازال التراساج ديالو كاين. ما الحفره دابا محددان واحد المشكل كبير، ماشي زعما غير هادي اول مره، دائما تمشيو عندهم ما كاين لا ما حتى واحد، ما تي واحد يديك لواحد في البيرو. هادشي اللي كاين بخصوص هاد الحفره هادي. وسميه وروش حميد من السكنه الضحى 44. السلام عليكم. وشكرا لكم السي محمد فردوس، رئيس جمعية مراكش بوصلة إفريقيا، مساكنة أبواب مراكش 44. كنتواجدوا اليوم في أبواب مراكش 44، هذه المنطقة اللي فيها تقريبا ما يناهز 67 عمارة، تقريبا ما يناهز 200 فيلا، وبالإضافة للتعاونية الحسنية. ولكن لحد الساعة كاين مجموعة مشاكل اللي مازال عالقة. منها الآن كنتواجدوا حدا مجموعة سكنية جوج، فين كاين واحد المقطع طريقي اللي فيه واحد الحفرة كبيرة. هاد الحفرة كتشكل خطر على السيارات على الدراجات، وكانت سبب عدة مرات حوادث سير. هاد الحفرة هي نتيجة عمل نتاع شركة لاراديما اللي كانت اصلحات شي ريزو نتاع الضو هنايا، ولكن اصلحات الريزو، ولكن مع الأسف خلات الحفرة ما اصلحاتهاش. تقريبا دابا ما يناهز 4 سنوات هذا الموضوع طرحناه كشكايه وطرحناه كنقطه في مجموعه لقاءات مع المسؤولين، لا العمده ولا السيد رئيس مجلس مقاطعه المنهار، ولكن لحد الساعه لا زال المشكل باقي قائما. نجمه تيفي قريبه منكم، مضويه في عيونكم.